إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قال تعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عباد الله، قرن الله تعالى الإحسان للوالدين بعبادته لما في البر من عظيم المعبودية لله. فالمعبودية إيمان، والبر العمل الصالح، والإحسان ليس طاعة فقط بل مع الطاعة حب الأمر وحب التنفيذ. وتشتد الحاجة في البر عند الكبر لما يلحقهما من الضعف والوهن، كما كنت مثلهما عند الصغر، وهنا يعظم البر. وعند ذلك فقول أف كفر بالنعمة ونقارة جميل ومعصية للخالق، فعظمت في حق الوالدين البر. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالها رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فاعتدل، ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. العقوق كبيرة لا يخرج منها إلا بتوبة نصوح صادقة إلى الله تعالى. فمن شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، ومن كان في العقوق فهي في كبيرته. وقد قرن الله الشرك بالعقوق، فقال ابن عباس في تفسير في قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لا يقبل الله شكره. وقد بلغ من بر الفضل ابن يحيى بأبيه أنهما كان في السجن، وكان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فلما نام يحيى قام الفضل إلى وعاء وملأه ماء، ثم أدناه من المصباح ولم يزل قائما والوعاء في يده حتى الصبح. فمن عرف هذا يجب الاقتران العجيب بين الشرك والعقوق وشهادة الزور، إذا كلها يجمعها صرف الحق لغير صاحبه، فأعظم صرف للبر لوالديك. وعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذا الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بها الرسول، ولو استددته لزادني. قدم الصلاة لتقدم طاعة الله على طاعة خلقه. ولذا قال سعد بن أبي وقاص: نزلت في أربع آيات من كتاب الله:
كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عباد الله، وقدم الله تعالى برهما على جهاد النافلة، لأنه رعاية الأبوين درجة الوجوب، فلا جهاد نافلة إلا بإذنهما. عن معاوية ابن جاهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أن أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. عباد الله، ولكي ينال العبد رضا الله فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. حسنه الألباني. عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر الناس أو من أحق الناس بصحبتي في حديث؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ذكر حق الأم ثلاثا: لحق الحمل والرضاعة والتربية، وذكر حق الأب للمرة واحدة ذكرا للتربية فقط. الأم عباد الله أكثر حنانا وعطفة، فمما يروي أن امرأة عجوز ذهب بها ابنها إلى الوادي عند الذئاب يريد الانتقام منها، وتسمع أصوات المرأة أصوات الذئاب، فلما رجع الابن ندم على فعلته، فرجع وتنكر في هيئته حتى لا تعرفه أمه، فغير صوته وغير هيئته، فاقترب منها قالت له: يا أخ، لو سمحت، هناك ولدي ذهب من هذا الطريق، انتبه عليه، لا تأكله الذئاب. والأم قدمت لأن عقوقها أسهل من الأب، ولذا كان برها مما يدل على حب البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. الراوي السيدة عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني. ولذا عباد الله، كان السلف الصالح الصحابة طمعا فيما عند الله، فلم يغرهم منصب ولا جاه عن بر والديهم. فهذا حيوة ابن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين، يعقد في حلقته يعلم الناس بين تلاميذه، فتقول أمه: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وما بالنا من واقعنا اليوم. والأم إن كانت في مقدمة البر، لكن لا تقدم على حساب عقوق الأب، فلكل حق حقا، ومن عرف الحق أعطى كل ذي حق حقه. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إن الله غفور رحيم.